بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. إن شاء الله رب العالمين زي ما اتفقنا هنشتغل مع بعض في دفعة 2022. هنشرح إن شاء الله رب العالمين على قناة اليوتيوب منهج اللغة الإنجليزية كامل. الشرح إن شاء الله هينزل كاملا على قناة اليوتيوب مجاني، وهنختار كتاب نحل فيه مع بعض على القناة طبعا زي ما بنعمل كل سنة. السنة اللي فاتت حلينا مع بعض على القناة كتاب ماي فريند، الحمد لله رب العالمين، وكان مليان أسئلة، وبفضل الله رب العالمين ما سبناش فيه غير واحدة تقريبا. وبدأنا نحل امتحانات، كمية امتحانات مهولة وكمية فيديوهات تصل ل 360 فيديو تقريبا موجودين على القناة مفتوحين مجانا. السنة دي بأمر الله رب العالمين هيكون النظام مختلف تماما، وهيكون الشغل مقنن ومنظم عن السنة اللي فاتت. كان في حالة من العشوائية لأن القناة اشتغلت فجأة معايا كده، ولقيت ناس متعلقة بالقناة فاشتغلت، ولكن كان الشغل عشوائي، كان الفيديوهات بتنزل من غير مواعيد للأسف. السنة دي سيكون الأمر مختلفا تماما، هنحدد أيام ننزل فيها الفيديوهات من أول ما نبدأ إن شاء الله في المنهج. في الفترة دي هنعمل حاجتين إن شاء الله. أول حاجة هنعمل كورس كده تأسيس للمنهج كله، وهنعمل مجموعة أفكار زي ما أنت شايف، دي أول سلسلة فيهم، سلسلة أوبن بوك سيريز، يعني أفكار أوبن بوك. ده الفيديو رقم 2. الفيديو الأولاني هتلاقيه عندك على القناة، هتدخل على السلسلة هتلاقي فيه بلاي ليست اسمها أوبن بوك، فيها كل الفيديوهات هنزلها بالترتيب. الفيديو الأولاني برضو موجود تحت في الوصف لو أنت عايزه، وكل الفيديوهات التانية موجودة تحت في الوصف لو أنت حابب تبص عليها أصلا. يا ريت لو انت من دفعه 22 تعمل اشتراك في القناه، ولو انت من 21 ودخلت غلطه كده ما تلغيش اشتراكك لانك لن يضرك شيئا. بامر الله رب العالمين في كل فيديو هنحاول نقدم كده على الاقل من 5 ل 10 افكار على حسب مستوى الشرح اللي هنشرحه في الافكار دي. تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض، ويا ريت يكون معاك كشكولك من اول السنه وكشكول كبير، وتسجل وتدون الكلام ده لانك هتحتاجه. الافكار دي في الغالب بيكون معظمها من بره المنهج، بتكون من مناهج السنين اللي فاتت او حاجات من المنهج كده فيها تريكات عايزين نعرفها. أول سؤال معانا في الأسئلة دي يا شباب بيقول لي not tired we slept. tired يعني متعب طبعا، تي دي المفروض انها small بس ما عرفتش اعملها small. we slept نحن نمنا. عايزك تعرف ان كلمة being دي معناها لكونه او لكوننا او لكونها على حسب، يعني be ده فعل أمر بمعنى كن. طيب فلما اقول لك، عايز اقول لك مثلا كن سعيدا، فاقول لك be happy. be happy يعني كن سعيدا، خليك فرحان كده اسعد يعني. طيب it being دي بتعود على الفاعل الغير عاقل او المفعول الغير عاقل، يعني ده معناها ان الجمله دي بتحكي عن شيء غير عاقل. طيب being بتحكي على شيء عاقل. طب احنا في الجمله هنا بقول لك tired متعب نحن نمنا، اكيد لكوننا احنا متعبين. الجمله دي اصلها كده because we were tired we slept، الجمله اصلا كده. فكونك انت حذفت كون الفعل الاولاني ده عاقل او الجمله الاولانيه عاقل، فحضرتك بتحذف because we were تايرد بتحط مكانها بينج، فتبقى الاجابه بينج. انت مستوى فهمك للجمله ما وصلش دلوقتي 40 50% اللي هيفهمها لك الجمله الثانيه دي. بيقول لك هنا في الجمله دي not a bad day we left، احنا بنحكي هنا عن bad day يعني عن يوم سيء او يوم حزين، فده شيء غير عاقل. الطبيعي انك انت هتقولي لانه كان يوما غير سعيد، فهتقولي because it was a bad day، والناحيه الثانيه بتقول لي وي ليفت. لاحظ انك انت قلت لي هنا بيكوز ات ووز، يعني معنى كده انك بتحكي عن غير عاقل، فلما تحب تحذف هتحذف بيكوز وهتحذف ووز وتقول لي ات بينج وتكمل، فنقول بقى ات بينج ا باد داي لكونه يوما سيئا، فهنا هنستخدم ات بينج. طيب جمله كمان عشان الموضوع يثبت لان الفكره دي جديده شويه. بيقول لك هنا في الجمله ديت نوت اهوت اهوت يير وي جوت ليتل رايس، احنا حصلنا على كميه ارز قليله في المحصول لكونه عاما حزينا. انت بتحكي عاما حارا، انت بتحكي هنا عن العام يعني غير عاقل، فالمفروض ان الجمله اصلا لانه كان عاما حارا، فهتقول المفروض الجمله بيكوز، المفروض الجمله تكون مكتوبه كده قدام سيادتك بيكوز ات ووز ا هوت داي، والناحيه تكمل الناحيه الثانيه، فهنحذف بيكوز زي ما اتفقنا كل مره، وهنحذف ووز ونقول ات بينج لكونه، لكون الشيء الغير عاقل ده، يبقى it being اهو دي، وبالتالي هنا الاجابه اصبحت it being. طيب انا عايزك بقى زي الشاطر كده تساعدني في حل الجمله اللي هكتبها قدامك دي، عايزك ما تعديش فكره غير لما تكون فاهمها كلا وكليلا. الجمله اللي هكتبها على البورد قدامك دي عايزك تحلها معايا not a fast car we bought it. يا ترى هنا هنقول being ولا it being؟ الطبيعي ان الجمله يا مستر لانها كانت سياره سريعه، فلما احب اكتبها هقول بيكوز، المفروض اكتب بيكوز ات از او ات ووز ا
فاست كار. هنحذف بيكوز ونحذف ووز ونستخدم ات في اول الجمله ونقول ات بينج، يبقى الاجابه هنا المفروض تكون ات بينج. طيب كمان جمله على نفس الفكره كده عشان يبقى الموضوع كده مفهوم بشكل كويس. جمله زي اللي هكتبها لك على البورد دي برضو كده ركز فيها. لما نقول مثلا not a tall man he won، انت عايز تقول كونه رجلا طويلا فهو فاز لانه كان رجلا طويلا، فهنقول بقى because he was a tall man he won، وكوننا بنحكي على عاقل هنا فهنحذف because he was طبعا على بعضها ونكتب being a tall man. اختصارا للقصه اللي احنا بنحكي فيها من اول الفيديو ان it being دي بستخدمها لما يكون بنحكي على شيء غير عاقل، being بنستخدمها لما نكون بنحكي على حد عاقل. طيب الجمله اللي بعد كده نمبر 4 I am taller than you not، عايزك تاخد بالك كده وتشرب المبدا ده لما نكون بنحكي يا شباب على اي جمله وعايزين هنا فعل مساعد ينعكس على الجمله، عايزين فعل مساعد هنا فعل مساعد ينعكس على الجمله دي، فحضرتك بتاخد الفعل المساعد وفقا للجمله. اذا كان فيها فعل مساعد ركز الجمله اللي قدامك دي احتمال من اتنين، اما ان يكون فيها فعل مساعد فيها فعل مساعد فحضرتك بتستخدمه، او ما فيهاش فعل مساعد فانت بتسال نفسك اذا كانت هي مضارع ولا ماضي. طب لو مضارع بناخد فعل مساعد دو او داز، دو او داز. طب لو هي كانت ماضي بناخد فعل مساعد ديد. طب انا هبص على الجمله دي وانا تركيزي على مبدئين اتنين، فيها ولا ما فيهاش. I am taller than you not، انا قدامي هنا فعل مساعد اللي هو مين اللي هو الفيرب تو بي، خلاص كده حضرتك انت اصبح الامر منحصر في انك لازم تستخدم الفيرب تو بي اللي في الجمله. فلما تقول I am taller than you يبقى لازم استخدم فيرب تو بي بس يمشي مع الفعل الجديد، اليو تاخد معاها مين في الفيرب تو بي ار، يبقى كده هنا يو ار. طيب واحده كمان لما تقول مثلا she is happier، happier يعني اكثر سعاده than I not، يا ترى هنقول I do ولا I am؟ لاحظ ان هنا في فعل مساعد في الجمله اللي هو الفيرب تو بي، فحضرتك الناحيه الثانيه لازم هتستخدم فعل مساعد برضو من نفس النوع، يعني الفيرب تو بي برضو هيجي هنا كده بس يكون ماشي مع الاي، الاي بناخد معاها ام. تمام الجمله اللي بعدها بقول لك هنا I read more books than you not، انا عايز استخدم برضو فعل مساعد، واحنا متفقين ان الفعل المساعد بينعكس على الجمله يعني اخد من نفس الجمله، بصينا في الجمله ما نلاقيش فيه فعل مساعد، ولو انت فاكر هنا كده قلت لك لو ما فيهاش فعل مساعد فانت بتشوف الجمله مضارع ولا ماضي، ان كانت مضارع فناخد دو داز وان كانت ماضي فناخد ديد. طيب تعال ننزل كده على جملتنا اللي بنحل فيها، انت هنا في الجمله ما فيهاش فعل مساعد وعندك كلمه ريد يعني يقرا مضارع، فانا هاخد هنا فعل مساعد زمن مضارع، المضارع بياخد معاه دو داز وعندك الفاعل يو يبقى ناخد يو دو. طيب افرض مثلا انك بتقولي مثلا اي كيم، I came earlier than you not، في فعل مساعد؟ لا بس في هنا came زمانها ماضي، الماضي بناخد معاه فعل مساعد did، يبقى نقول I came earlier than you are يا ترى ولا do ولا does ولا did؟ اكيد ما دام هنا ماضي فهناخد الناحيه الثانيه did اللي هي دي. طيب وده معناه برضو عشان عايزك تفهم القصه دي عشان تخلص منها، وده معناه ان الجمله اللي قدامك هنا لو زمانها ماضي وما فيهاش فعل وفيها فعل مساعد فانت برضه تاخد ماضي الناحيه الثانيه، بمعنى انك تقول مثلا شي ووز، مثلا شي ووز بيتر ذان يو نوت، اكيد هنا ده فعل مساعد وزمنه ماضي فالناحيه الثانيه برضه هيكون فعل مساعد من نفس النوع، يعني ووز وير هنا فالناحيه الثانيه هيكون فيرب تو بي ونفس الزمن برضه فتبقى بيتر ذان يو وير، وده معناها ان هي كانت افضل مما انت كنت. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بقى الجملة اللي بعد كده نمبر 6 بيقول لك she says the word with a not with s not a b. الفكرة هنا ان احنا بنعمل على الصوت الأول مش الحرف الأول، يعني ايه؟ قصة مثلا كلمة زي كلمة honest، وركز في الكلام ده عشان الكلام ده للأسف عامل مشاكل كتير جدا، يعني كلمة زي كلمة honest، honest يعني أمين، يا ترى نقول a ولا نقول an؟ لا احنا بنقول an honest. طب ازاي بنقول ان اونست بالرغم ان انا قدامي في الجمله هنا الكلمه بادئه بحرف الاتش وده حرف من الحروف الساكنه، حضرتك بتنطق اول حرف في الكلمه او فبتقول او نست والاو ده متحرك فناخد ان. كلمه زيها برضه على سبيل المثال كلمه يونيفرسيتي، يو ني فير سي تي، بدا بحرف اليو وده حرف متحرك الطبيعي ان احنا نقول ان بس كده تبقى غلط، ليه؟ المفروض ان احنا نقول اي يونيفرسيتي، والفكره انك انت بتنطق دي بحرف الواي والواي من الحروف الساكنه،
واحده كمان برضو كلمه يو سي فول، يو سي فول يعني مفيد، بدأ باليو بس احنا ننطقها واي، بنقول يو 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 نفس نطق كلمه يو اللي هي انت، يوسفول، وبالتالي هنا هنقول ايوسفول. كلمه زي كلمه يوروبيان اللي كانت في الامتحان السنه دي، يوروبيان دي بادئه بالاي بس احنا بننطقها بالواي، فعشان كده بنقول ايوروبيان. طيب نرجع لموضوعنا بقى، لو افترض انت قدامك مثلا كلمه زي كلمه اس ام اس، ترى نقول ولا ان؟ لا بنقول ان يا مستر، بدا بحرف الاس، حرف ساكن، ما حضرتك انت بتنطقها اس ام اس، نفس القصه برضو. انت عندك حرف الاس ده احنا ما بنطقهوش س، احنا بنطق اس، يعني بدا بصوت الايه في الاول، وبالتالي هنا هنقول هي سيز ذا وورد ويز ان، ويز ان اس نوت ا بي. طيب الجمله اللي بعد كده بيقول لك Look at the cat، بص على القطة اللي هناك دي، it is not after a mouse. انت عارف ان chase دي معناها يطارد لوحدها كده، كلمة run دي معناها يجري، كلهم بشكل مستقل، وعايزك تعرف ان كلمة chase اللي معناها يطارد بتساوي كلمة run after اللي معناها يجري وراء يعني يطارد، وممكن نستخدم فيها برضو كلمة follow. طيب انت هنا في الجملة قال لك after، after دي يبقى نستخدم running، يبقى running after. طب انا عايز استخدم chasing، خلاص هتروح قايل الجملة بشكل مختلف وهتقول اذا كات is it chasing، القطة تطارد a mouse، القطة تطارد فأرا. ركز تاني كده، كلمة chase بتساوي كلمة run after. طب لو هي مفيش after هنا ما كناش خدنا run، كنا هنقول look at that cat it is chasing a mouse. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 8، I can't move the table because your bike is a، أنا مش عارف أحرك الترابيزة أصل الدراجة بتاعتك فين، in the way و on the way. ركز معايا، كلمة in the way دي معناها تعيق الطريق، هما الفكرة في الاتنين والمشكلة في الاتنين ان كلمة in the way دي معناها في الطريق، في الطريق، ودي on the way برضو معناها في الطريق بس في الطريق الى. طيب الفيصل في الامر انك تفهمهم بالمنظر ده، in the way يعني تعيق الطريق، طب on the way يعني في طريقي الى وانا رايح مكان معين. انت بقى في الجملة بتقول لي انا مش عارف احرك الترابيزة اصل العجلة بتاعتك تعيق الطريق، يبقى in the way. اللي اكد لك الفكرة اكتر الجملة دي، انت بتقول لي هنا I am going to the office، انا رايح المكتب، I will call you، انا هبقى اتصل بيك. يا ترى ايه، in the way اللي معناها يعيق الطريق ولا on the way يعني في طريقي؟ هتصل بيك في طريقي وانا جاي، اول ما اطلع كده هرن عليك، يبقى نقول هنا بقى on the way. الجملة العاشرة، I can't move the table because your bag، دي قلناها خلاص قبل كده. بيقول لك her sister is only 3 years، اختها عندها بس 3 سنين. She still goes to not school، ما زالت بتروح مدرسة ايه؟ ركز بقى، nursing دي اللي هي معناها التمريض، nursing school يبقى مدرسة التمريض. طب nursery، nursery دي اللي هي الحضانة، الحضانة اللي هي زي كي جي كده، فانت بتقول اختها عندها لسه 3 سنين بس، ده معناها ان هي بتروح الحضانة اللي هي اسمها nursery. طب لما يقول لك احنا عايزين حد يكون اجتماعي كده علشان يعرف يداوي المرضى، يبقى احنا كده عايزين حد يشتغل في مجال النيرسينج، التمريض. الجملة اللي بعد كده، the accident، الحادثة، to the death of three men and a woman، الحادثة ايه؟ الى وفاة 3 رجال وامرأة. اكيد انت عايز تقول حادثة ادت الى. قبل ما احل عايزك تعرف ان كلمة lead to يعني يؤدي الى، بتساوي كلمة cause اللي معناها يؤدي الى، بتساوي كلمة result in، التلاتة معناها بيؤدي الى، بس لاحظ انك لازم تقول result in مش from ولا of، وهنحكي موضوع result from و of و in والفرق بينهم بعدين. طيب يبقى انا عايز تعرف ان كلمه lead to يؤدي الى، cause يؤدي الى، result in يؤدي الى، وركز ان cause من غير حرف جر، lead معاها to وresult معاها in. انا في الجمله هنا مديني to، واحنا عارفين ان to تيجي مع lead يبقى خلاص lead. طب انا عايز استخدم كلمه cause، خلاص شيل حرف الجر وهتقول the accident caused the death of. طب عايز resulted، هتحط لي resulted in زي ما اتفقنا، يبقى الجمله كده اتحلت. الجمله الاخيره معانا في الموضوع ده، ودي واحده من اهم الافكار اللي ما بتكونش في المناهج وبتيجي في الامتحان زي نجاة السنه دي كده في 2021. الفكرة دي يا شباب اسمها inversion، فيها مشكلة. ايه المشكلة؟ القاعدة بتقول لك ان اي لفظة نفي، بس تكون نفي، تأتي في اول الجملة، في اول الجملة نعمل ايه على طول؟ نعمل inversion. طيب مين الفاظ النفي؟ اي كلمة نفي زي كلمة never مثلا، زي كلمة only، only، زي كلمة scarcely، زي كلمة hardly اللي احنا اخدناها في الماضي التام، زي كلمة no sooner، الكلمات دي كلها كده بستخدم معاهم الانفيرجن في اول الجملة. ولكن انتبه، لازم يكون الجملة دي الهدف منها النفي، او الفكرة اللي في الجملة الغرض منها النفي.
طيب الملحوظه اللي عايز اديها لك، ودي ملحوظه مهمه فوق الخيال، احنا بنعمل انفيرجن مع اي كلمه نفي ما عدا باستثناء كلمه نوت فور وكلمه نوت لونج. الناس دول ما ينفعش نعمل معاهم انفيرجن، يعني مع دول لا تقلب. طب تعالى نحل الجمله دي ونقلب الشريحه واديك مثالين. نوت فور فروم هير، احنا كده في اول الجمله مديني مين هنا؟ مديني نوت فور، واحنا متفقين من اول الموضوع ان لما يكون الجمله فيها كلمه نوت فور ما نعملش انفيرجن مع نوت فور، لا اهي لا نقلب مع نوت فور ومع نوت لونج. طيب وبالتالي نوت فور فروم هير نكتب جمله عاديه خالص، يو كان سي ا فوكس اللي هي دي. طيب كمان جمله بقى كده علشان يبقى الموضوع اوضح، ركز في الجمله اللي هكتبها لك دي. لما اقول لك نيفر نيفر نوت اس، يا ترى هنقول هنا هي ديد هيلب ولا ديد هي هيلب ولا حاجات كتير كده، اختيارات كتير ملهاش لازمه. الجمله بدأ بكلمه نفر، اذا هو عايز يقول لك هو لم يساعدنا، يعني لم يساعدنا فده كده نفي، ما ساعدناش يبقى نفي. وانت بادئ الجمله بكلمه نيفر يعني كلمه من كلمات النفي، فحضرتك تعمل انفيرجن وتقول نيفر ديد هي هيلب اس، وانت عارف اكيد ان نيفر ديد هي هيلب اس بتساوي هي ديدنت هيلب اس. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب كمان جمله بقى كده صغيره 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 خالص بعدها عشانك عايزك تفهم الموضوع ما تحفظوش. لما اقول لك مثلا نيفر نوت يور تايم، This is my advice، دي نصيحتي ليك يعني لا تهدر وقتك يعني. فيا ترى هنا هتبقى never waste ولا never did you waste؟ انت عارف الإجابة هنا waste. ازاي مش احنا متفقين ان اي كلمة من كلمات النفي في اول الجملة بنعمل inversion؟ انت بنفسك قلت نفي، هنا ده مش نفي، هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا تضيع وقتك، ده اسمه نهي يا شباب. النهي غير النفي، ايه الفرق بين الاثنين؟ ركز كده معايا، انت في النهي بتقول لي لا تفعل، طب في النفي بيقول لك لم افعل. كمان جملتين عليها اكتب لك الفرق بينهم، واخر حاجه خالص في الفيديو ده عشان ما نكونش طولنا. بص معايا، انت لما تيجي في جمله مثلا وتقول لي اي didn't sleep، انا ما نمتش، دي معناها انا لم انم، ده كده اسمه ايه؟ ما دام فيها لم يبقى ده اسمه نفي. فلما نحب نستخدم never فهنقول never did I sleep. حلو، ده اسمه ايه برضو؟ اسمه نفي، اسمه نفي. لكن لما تقول لواحد مثلا never come here again، هو بيقول لك هنا ايه؟ لا تأتي، دي بتساوي بالظبط كلمة don't come here again، يعني لا تأتي إلى هنا مرة ثانية. يبقى لو كان اللي قدامك ده نفي نعمل انفيرجن، لو كان اللي قدامك ده نهي ما تعملش انفيرجن. ركز في الكلام ده كويس. بكده هنكون خلصنا فيديو النهاردة وخدنا فيه تقريبا 13 جملة. أتمنى بقى من الدفعة الجديدة الشاطرة الحلوة دي إنك رقم واحد اعمل لايك للفيديو عشان تدعمنا كده ونلاقي الفيديوهات لها وقع، فنكمل إن شاء الله مع بعض. الحاجة التانية شارك في القناة، اعمل سبسكرايب في القناة. الحاجة التالتة حاول تكتب أي تعليق، لأن الحاجات دي بتساعد في نشر الفيديوهات بتاعت القناة. والأهم من ده كله عرف زملائك، عرف زمالك على القناة عشان القناة تكبر بيكوا كده وتكبر معاكوا ونستمر إن شاء الله. وانتظروا الفيديوهات الجاية وانتظروا الخطة اللي هنمشي بيها والأيام اللي هننزل فيها الفيديوهات. الأهم من ده كله يا شباب إنك لو ليك حد في أولى ثانوي أو تانية ثانوي خليه يتابعني على القناة، لأن أنا حاليا بسجل في فيديوهات أولى وتانية ثانوي، وطبعا كتاب ثالثه ثانوي لسه ما نزلش، ولكن بسجل في حلقات كده مراجعه وحاجات تاسيس هتفيدك ان شاء الله رب العالمين. القناه دي هتكون فقط خاصه بالثانويه العامه، وهيكون عليها محتوى كامل شامل شافي لكل المرحله الثانويه اولى وثانيه ثانوي، وهنتناول فيها كل الافكار بلا استثناء. اتمنى انك تدعمنا بالقناه قبل ما تمشي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.